السلام عليكم ورحمة الله. شكرا لموقع اش كاين في إطار التواصل مع الرأي العام الوطني والمحلي، وفي إطار البحث والدفاع عن مطالب الأسر المشروعة من خلال لجنة المنبثقة عن مجموعتي الواتساب لأباء وأولياء وأمهات التلاميذ التابعة للمدارس العلمية بتمارة، نود أن نؤكد من هذا المنبر أنه احنا داخل اللجنة وانسجاما مع المطالب ديال الآباء والأولياء ديال التلاميذ لازلنا نرفع شعار الحوار، لازلنا نرفع شعار الحوار من أجل أنها إدارة المؤسسة تحاول تجاوب معنا ونحاول نقصوا ونلقاو الحلول للمشاكل العالقة، واللي هي مشاكل خارجة عن الإرادة ديال الآباء والأولياء وخارجة عن الإرادة ديال المؤسسة. بطبيعة الحال فرضتها واحد الجائحة اللي هي عالمية، جائحة اللي أثرت على بطبيعة الحال على الدولة وعلى مجموعة القطاعات وعلى الأسر المداخل ديالها، واللي فرضت على وزارة التربية الوطنية أنها وقفت الدراسة في 16 مارس الماضي. ومن هذا المنطلق الوزارة اعتمدت التدريس عن بعد، والتدريس عن بعد خصو امكانيات وخصو وسائل وخصو مجموعه ديال الشروط باش ممكن على الاقل يرقى واحد شويه، هو وما عمرو كما بغينا نديروا له ما عمرو يرقى التدريس الحضوري. كنا في اطار لجنه منبثقه عن مجموعتين، مجموعه الواتساب مجموعه واحد المجموعه جوج، لمجموعه من الاباء، مجموعه من الاباء تقريبا ازيد من 350 اب، وراهم تقريبا واحد 700 تلميذ او اكثر. حاولنا في هذه الظروف الرهينه ديال الحجر الصحي حاولنا نرسل الاداره باش تدير لنا واحد 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 تخفيض، وتحاول تنهج هذاك الشيء اللي نهجته المدارس الخصوصيه الاخرى، الا انه الى حد الساعه الاداره في شخص مديرها العام ترفض الحوار، وقد راسلناها يعني مرتين، المره الاولى في رساله لفتح حوار، و السيد المدير يعني حاول ان يتهرب من الحوار بحجه الحجر الصحي. حاولنا في رساله ثانيه ان نخفض العدد ديال 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 المتحاورين الى واحد او جوج او ثلاثه، الا انه يرفض دائما الحوار. إلى حد الساعة يخرج خرج علينا ببلاغ يدين فيه الآباء يوم العيد أو قبل العيد، خرج بندوة صحفية يحاول أن يستعلي فيها بالحوار ويبقى في برج عال ولا يتواضع وينزل إلى طاولة الحوار حول هذه النقاط. وفي يوم العيد خرج علينا بإدانة وهو يدين آباء وأولياء التلاميذ بعدم الأداء هذا الواجب. هذا الواجب اللي كنشوفوه يعني هو يطالب بالواجب كاملا، ولكن هذا ليس إنصافا. نحن نريد أن نجلس لطاولة الحوار لكي ينصفنا وننصفه. نحن إلى حد الآن نحاول أن نجري حوارا لندافع عن المؤسسة. نحن لسنا في حرب مع السيد المدير ولا مع مؤسسته، إلا أنه هو يتهرب من الحوار ولا يحاول أن يجلس إلى طاولة المفاوضات لنخرج سويا بحل توافقي يرضي الجميع. بالتالي احنا ما قلنا له والو، قلنا له يدير غير حدو حدوى المدارس الأخرى باش يحاول يخفض، يعطي شي تخفيض. لو كان المدير عندي عندو نيه حسنه ما غاديش نوصلو حنا كاع نهائيا لهذا المستوى ديال النقاش والحوار. ياخذ مبادره ويدير واحد التخفيض ويعيط لينا وحنا قابلين، ولكن هو يستعلي ولا زال يصر على انه لا احد يقدر على لي يده، يصر على تعنته وعدم استجابته للحوار. والدليل على ذلك ان مجموعه ديال المبادرات الانفراديه ديال مجموعه الاباء مشاو عنده كيطالبوا بتخفيض، ولا في النظر في الملف ديالهم الى انه يقابلهم بواحد الاستعلاء وواحد التجبر، ويقول بانه يعطيهم فتات بحال واحد السيده مشات قال لها الكاتبه ديالو حيدي لها واحد 200 درهم وغادي بشرط انها غتسجل دابا. يعني يحاول ان يبتز الاباء
بالمبادره الى اسرع التسجيل، في نفس الوقت ربما يحاولوا ابتزازهم بطرق اخرى مستقبليه. كنقولوا على انه ضروري ان المطالب ديالنا يتم الاستماع لها، ضروري ان المطالب ديالنا خصها تلقى التجاوب والاستجابه. ومن هذا المنبر كنلتمس من الجهات المختصه بجميع التخصصات ديالها انها تدخل على الخط من اجل ايجاد حل لهذا المعضله، اللي هي ماشي معضله اصلا. حنا كنلتمسوا ان الاداره تحاول تفهم الميساج، وقصدنا قصد شريف وقصد يروم الدفاع عن المصلحه ديال الاباء والاولياء والتلاميذ بطبيعه الحال، ولكن في نفس الوقت يروم الدفاع عن المؤسسه بما فيها الاطر التربويه التي نكن لها كامل الاحترام والتقدير على المجهودات اللي دارت. ولكن خصنا نعرفوا باللي راه الخدمه ديال التدريس عن بعد ماشي هي الخدمه ديال التدريس الحضوري. بطبيعه الحال عندنا نواقص، وهذه النواقص خصنا نجلسوا نتناقشوا فيها، وخصنا نجلسوا نتناقشوا بطبيعه الحال باللي راه هاد الجائحه خلفات مجموعه الاضرار على الجميع، وهذا الجميع خصو يجلسوا نتناقشوا بعضياتنا ونقلوا الحلول التي تفيد الاطراف كامله. وتحياتي لموقع اشكي.